الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أصيب موسم الحنطة في عدد من مناطق محافظة ديالى بما تعرف بآفة المنخورة التي تجعل الحنطة غير قابلة للاستهلاك البشري. وقال مزارعون من ديالى إنهم تفاجؤوا أثناء تسويق محصول الحنطة ونقلها إلى مخازن وزارة التجارة برفض استلامها بعد إجراء الفحوصات المختبرية لإصابتها بآفة المنخورة التي تسببت بضرر بالغ في بذرتها، رغم أن موسم التسويق هو الأفضل في ديالى بعد عام 2003 بسبب سرعة تسليم المستحقات المالية والمرونة في التسويق بعكس بقية المواسم. وأشار المزارعون إلى أنهم سيضطرون إلى بيع حنطة بأسعار بخسة في حال لم تستلمها المخازن الحكومية. سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعاً في بغداد والمحافظات. وقال مصدر مالي إن سعر صرف الدولار في بورصة الحارثية والكفاح بلغ 146,650 ديناراً لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع في مكاتب الصرافة ببغداد 147,750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 145,750 ديناراً لكل 100 دولار. أما في محافظة أربيل فقد بلغ سعر الصرف 146,750 ديناراً، وفي السليمانية 146,950 ديناراً، وفي البصرة 146,750 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي. توقع مصرف جولدمان ساكس الدولي أن تتراوح أسعار النفط خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ما بين 86 إلى 91 دولاراً للبرميل. وأوضحت شبكة CNBC الأمريكية أن النزول في توقعات المصرف تأتي نتيجة لوجود أنباء عن تعافي صادرات النفط الروسية بنحو 10% من المستويات الحالية، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو. وفيما يتعلق بالأثر على توازن الموازنة في العراق، يؤكد اقتصاديون أن الأثر التلقائي لانخفاض أسعار النفط هو ارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات عالية وخطيرة وعدم قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية. أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن تطلعه لتقديم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي. وقال بلينكين إن موقف بلاده سيكون مرحباً إذا قدمت الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي خطة إصلاح معدلة يمكن للمؤسسة المالية الدولية أن تعمل عليها. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي لتونس يصل إلى 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد وتطويره. أكدت الأمم المتحدة أن انهيار سد كاخوفكا الضخم الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية على نهر دنيبرو في أوكرانيا سيكون له تأثير كبير على الأمن الغذائي العالمي. وأوضحت الأمم المتحدة أن انهيار السد سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكذلك يمكن أن يتسبب في مشكلات تتعلق بمياه الشرب لمئات الآلاف، مبينة أن منطقة السد بأكملها وصولا إلى البحر الأسود وشبه جزيرة القرم هي سلة خبز ليس فقط لأوكرانيا بل للعالم بأسره. والآن مع أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.